العربيه في فضل جميل. يا رب دايما كده متجمعين في خير مصر. وما شاء الله بشكر وزاره الشباب والرياضه عامله مجهود جميل، طبعا الدكتور اشرف صبحي والدكتور هاني الهلال، بشكرهم الفنانين الجمال اعضاء لجنه التحكيم، كل النشاط الجميل اللي بتقوم مصر بخيرها وحبها، وان شاء الله هتبقى دوره جميله واللي جاي احسن ان شاء الله. معنا ومعاكم دكتور عز الدين طه احد اعضاء لجنه تحكيم مهرجان الغناء والموسيقى للتراث العربي، بنرحب بحضرتك على بوابه الهلال. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. يمكن كلمنا النهارده عن المواهب اللي انت شفتها، ايه رايك في المواهب اللي انت شفتها، وعامه ايه رايك في تجمع 8 دول على ارض مصر في هذا المهرجان؟ طبعا ما شاء الله الله اكبر، اوركسترا وزاره الشباب والرياضه، هو طبعا انا شهادتي مجروحه لان دول كلهم ولادي، تربيه ايديا وحياه عناية زي ما بيقولوا يعني. ما شاء الله الله اكبر، يعني شايف انا الفنانين الكبار استاذ هاني شاكر والفنانه ناديه مصطفى كانوا قاعدين مبهورين، وسياده الوزير طبعا الدكتور اشرف صبحي والدكتور امل جمال، ما ننساش الفضل لله ثم ليها، فكل الولاد دول. اوركسترا وزاره الشباب والرياضه نتاج مسابقه ابداع اللي عملت فعلا طفرة في إظهار المواهب اللي من كل جامعات مصر. ما شاء الله حفلة جميلة وممتعة. طبعا احنا الحمد لله انا معايا بتشرف، احنا لجنة التحكيم مع المايسترو سليم سحاب والاستاذ هاني شنودة والعبد لله، فان شاء الله تبقى مسابقة جميلة. بس هم على فكرة 10 دول مش 8، لا واثنين مصر واثنين، ما هم 10 فرق ان شاء الله هتبقى، وده نجاح كبير ما شاء الله. السنه اللي فاتت كنا 5 وفازت بيها بمفاجاه كبيره جدا البحرين، لان هم كانوا عاملين فكر، يعني ده الفكر الاساسي بتاع المهرجان، ان انت بتعمل التراث العربي بتاع كل بلد بشكل جديد متطور، انك بتدخل فيه عناصر جديده اذا كان ابداعات في طريقه التناول او في الالات اللي بتخش الحديثه او طريقه الاداء. فطريق يعني انا شايف ان المهرجان ده ان شاء الله هيبقى مهرجان عالمي، وهينقل الموسيقى العربيه بتراثها اللي في كل دوله بتمتاز بيه كل دوله، اذا كان في دول الخليج او في دول زي مثلا مصر طبعا متميزه منفرده بشخصياتها، او دول المغرب العربي هتلاقي كل واحده ليهم شخصيتهم، بس ازاي ان انت تطور الاشكال ديت، وفي الاخر بيحصل بقى ان احنا هنعمل ان شاء الله اللي هو اوركسترا الشباب العربي، ده ازاي تدخل كل ده في بوتقه واحده، هتبقى ان شاء الله حاجه عالميه ان شاء الله باذن الله. معايير التحكيم اللي تحتكموا ليها في المهرجان؟ طبعا احنا حاطين معايير كتيرة ما بينها الشكل العام، ضبط الآلات المستخدمة، الأداء، التوناليتي اللي محطوط، لكن أنا في رأيي اختيار الأغاني وإزاي بيأقلمها وإزاي بيطورها، يعني إزاي أقلمها مع الآلات الحديثة والأداء الحديث مع تقدمها بشكل مبتكر جديد. وطبعا بنخش بقى في تكنيكات، مثلا إذا كان عازف فبنشوف تكنيك العزف، إذا كان غناء بنشوف هل المطرب اللي داخل ده في تكنيكات، بندخل ده مع ده يعني. فهي ما شاء الله العناصر حوالي 9 عناصر او 10 حاجه كده يعني، فان شاء الله تبقى اهم حاجه. انا سيبك من المسابقه، سيبك من الفوز والبتاع، لا اهم حاجه تهمني انا في الموضوع كله ان انا اعرض التراث بتاعي بشكل جديد، وازاي اتفاعل مع بقيه الدول الثانيه، المقابلات اللي بتحصل، الكلام، المقابلات في الاوتيل لما بيقعدوا مع بعض ويقعدوا ده يغني ده وده يغني لدوت وده يعزف مع ده، موضوع تاني. احنا كنا لسه في تونس وقعدنا عزفنا فدخلنا العازفين التوانسة معنا في الفرقة، ما تتخيلش الجمال ايه وغنينا اغاني تونسي على اغاني عربي. الله ينور عليك، هو ده اللي احنا عايزينه، ده اهم حاجة. سيبوا بقى من المسابقة والحاجات، كله يفوز وكله ينجح ان شاء الله، لكن اهم حاجة اللي هو التواجد في بوتقة واحدة كعرب، وهو ده اللي احنا عايزينه، لان احنا بنتكلم في الفن اللي هو القوى الناعمة، هو ده اللي هيقوينا، هو ده اللي هيوحدنا ويقربنا من بعضنا إن شاء الله بإذن الله.